عودة لناقدنا الرياضي الكبير أستاذ جمال العاصي. أستاذ جمال، يمكن قبل الفصل كنا بنتكلم عن من يخلف جريده. طيب، من يخلف جريده، ولكن أنا عايز بعد من يخلف جريده أو الاسم اللي حضرتك هتحطه الفترة اللي جاية للإدارة الفنية للأهلي لو أقيل جريده وحضرتك يعني خلاص بشكل نهائي أعتقد إن جريده خارج النادي الأهلي الفترة اللي جاية، وده على مسؤولية الأستاذ جمال العاصي. طب خلينا على مسؤولية أنا شخصية ولا على مسؤولية حضرتك؟ لا يعني أنا عايزين نخلي مجلس الإدارة يبقى عنده حرية في القرار يعني. بس أنا شايف إنه الأقرب إنه هو الأقرب، لأن هو حط مجلس الإدارة في حرج. أما يقدم كل الانتقادات دي كان ممكن يقدمها في مجلس الإدارة، لأن الكابتن محمد يوسف مشي لما انتقد. يعني فمجلس الإدارة دلوقتي بقى عنده إشكالية ان هو يعني طب ازاي يعني اعمل ايه انا دلوقتي، انا مشيت محمد يوسف بنفس السبب وحط مجلس الاداره في حرك. عشان كده حتى كان في اجتماع مصغر بين عماد الاستاذ عماد عبد العيد والحكم محمد عبد الغياب والاستاذ العمري كابتن طاهر الشيخ في الامر ده يعني بسبب يعني اصل هو حاطهم بحرج. هي المشكله في ايه؟ ان ممكن تقدم كل ده على طاولة ايه مجلس ادارة، والله يا جماعة 1 2 3 4 5 انت خرجت برا السياق. طيب الاسم اسم مدير الفني القادم، حضرتك حددت لنا ان ممكن يبقى من ضمن الحلول القادمة للنادي الاهلي يبقى في لجنة كرة تبقى موجودة بقيادة كابتن محسن صالح كابتن ودي اسماء مقترحة. مقترحة انما مش يعني مش معلومات. ولكن انا بقول يعني بقول الوقت ده النادي الاهلي، يعني بقول من ضمن الحلول اللي حضرتك بتقترحها الفتره اللي جايه ان في لجنه كره بهذه الاسماء. يعني حد مثلا بقامه محسن مع كابتن وليد مع كابتن خالد بيبو مع محمد فاروق او اي حد من الجيل الوسط الشاطر. طب ناخد الحاج محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس النادي الاهلي وواحد من يعني الكوادر الهامه جدا في النادي الاهلي، واعتقد انه بيعشقوا النادي الاهلي في فتره في السنين اللي فاتت. وحاج محمد مساء الخير، وخليني ارحب بحضرتك في البدايه، ومعايا الاستاذ جمال العاصي طبعا معايا في الاستوديو. اهلا مساء الخير يا كابتن اشرف، مساء حضرتك وبرحب بصديقي وأخويا العزيز كابتن جمال العاصي. الله يخليك يا حاج محمد. ربنا يخليك يا حاج محمد. حاج محمد، يعني جماهير الكوره في مصر وليست فقط جماهير النادي الاهلي اعتقد متعطشه لما يحدث داخل النادي الاهلي او معرفه ما يحدث داخل النادي الاهلي الفتره القادمه، لانه مستقبل فريق الكوره في النادي الاهلي اعتقد مهم جدا جدا لكل جماهير النادي الاهلي الفتره اللي جايه. والله كنت اشوف يعني النادي الاهلي الكوره ماشيه مستقره، انا مش عارف ازاي بقى لعبت مره واحده كده. يعني احنا عندنا اول الدوري مهم جدا بالمقابل اللقاءات اللي جايه، وعندنا ان شاء الله الماتش اللي جاي بتاع الاحتفال المغربي باذن الله عشان نخش دوري المجموعات. يعني انا بقول مش وقت دلوقتي ان احنا تبقى اتصال قوي وحاجات كتيره جدا على الكوره الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. تمام، الكوره بس زي ما هي بعد نهاية الموسم. يعني حضرتك أو مجلس إدارة النادي الأهلي هيرجئ قصة جريده لنهاية الموسم ولا بعد مباراة المغرب تطوان؟ لا احنا بحييك يا حاج محمد، بحييك انك بقيت دبلوماسي كبير. الو، ايوه بقول لك بحييك ان انت بقيت دبلوماسي كبير وراجل دوله صحيح يعني. لا والله ردود جميله وبحييك عليها، وهو ده محمد عبد الوهاب عاشق الاهلي يعني. الو، طيب واضح ان في مشكله في اتصال ساره، معلش حاولوا تجيبوا لنا الحاج محمد تاني. لا هو رد ردود جميله جدا.
انا شايف ان دي ردود عبقريه وردود حد مسؤول. يعني المسؤول لازم ردود تبقى كده لانه ما يقدرش يقول غير كده لان ده لسه في اجتماع مجلس اداره ولسه في زمايله ولسه 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 حاجات كتير. ولكن معلوماتنا بتقول وبكره هم عندهم غير الرد الدبلوماسي اللي رده الحاج محمد عبد الله. لا بكره عندهم ماتش مهم طبعا, طبعا. ماتش المقاولين وعنده المغرب التطواني ماتش مهم. فهو ده انا شايف ان بحيي الحاج محمد ابو واب على ردوده العقلانيه المتزنه اللي هي بتواكب وتناسب منظومه الاهلي. النادي الاهلي يعني الاهلي ده مزاج عالي يعني حاجه حلوه يعني طبعا. صراحه طبعا. طيب يعني ننهي قصه النادي الاهلي. انا عايز اقول بقى واحنا بننهي قصه الاهلي احنا مش عايزين ننسى ان الاهلي بيأسس الجمهوريه الثالثه واخد بالك في تاريخه بالابنيه مجمع الاسكواش العظيم اللي عمله النادي بتاع اهلي الشيخ زايد والقادم نادي بتاع التجمع الخامس ودي انا شايف ان مجلس اداره يعني انا شايف ان دي الجمهوريه الثالثه. انا قلتها طبعا من فتره ان دي الجمهوريه الثالثه الاهلي ان نادي في الوقت القصير ده او مجلس اداره في الوقت القصير ده يعمل حاله انكار الذات دي. يعني بص عليهم كلهم لو عندهم انكار ذات ما يطلعوش الاعلام كتير. عندهم اهداف واضحه وعندهم كتيبه مقاتلين قدموا نموذج كويس جدا في الابنيه ودي مهمه جدا ان مصر كل ما تزيد فيها الـ الابنيه الرياضيه والملاعب الرياضيه ازعم ان الدنيا هتبقى اكثر. فانا برضو رغم حاله الانتكاسه القرويه المؤقته الا ان النادي الاهلي نموذج طيب في العطاء وامنيتي ان كل مؤسسات مصر تبقى عندها شويه انكار ذات عشان تقدر تعمل خطوه لقدام. طيب نروح للمنافس التقليدي للنادي الاهلي نادي الزمالك. واعتقد نادي الزمالك يعني ماشي بصوره رائعه جدا استاذ جمال الفتره دي على مستوى مجلس اداره والانشاءات الرائعه اللي داخل نادي الزمالك وكمان على مستوى فريق الكره اللي بينافس بقوه على الدوري هذا الموسم. لا هو فريق الكره فرقه طبعا كويسه. الزمالك عنده لعيبه ازعم ان عنده لعيبه اهم حاجه في وسط الملعب بشكل غير عادي. وحتى شيكابالا النهارده والموضوع بتاع شيكابالا وحل الازمه بتاعته هيبقى اضافه كبيره جدا. طبعا لسه اسال حضرتك يعني شايف شيكابالا ممكن يرجع شيكابالا بتاع زمان والله يا شوف لنادي الزمالك. انا هقول لك على حاجه انا يعني اكتر حاجه بتحزنني في الوطن العظيم ده اما كل يوم نفقد موهوب او مبدع. يعني شيكابالا ده مبدع كبير. انما كمان ما عندناش حضانات طول الوقت ما عندناش حضانات للموهوبين او حد يحميهم او حصانات فتلاقي حول احنا بنسيبهم كده يعسوا في الارض وكل واحد هو نصيبه. انما شيكابالا ده كان مشروع الواحد كان بيعلم مشروع كبير جدا في كره القدم بس هو يعني جايز عنده امكانياته اقل النفسيه ومحدش قدر يستوعبه ومحدش قدر يوجهه يحتويه محدش قدر يحتويه ودي مشكله الكره في مصر ان احنا ما عندناش يعني ما عندناش مؤسسات تحتوي النجوم. يعني كل العالم عنده مؤسسات بتحتوي النجوم او الوكلاء بالتحديد هم اللي بيبقى مسؤول عن نجم بخط سيره طول عمره. انما شيكابالا ده تعرض لكل انواع الابتزاز وكل انواع النهب ويعني راح اليونان وضحكوا عليه وخدوا فلوسه اتمرمط صراحه. انا نفسي شيكابالا يرجع لانه ده لعيب مستوى يعني صراحه يعني يبشر الكره المصريه ويفرق معانا كتير. طيب حضرتك شايف ان عودته في وجود ايمن حفني احمد يلعب مالك محمد ابراهيم ان شاء الله هيرجع برده نادي الزمالك الفتره اللي جايه اربع او خمس لاعبين من الموهوبين المعدودين في مصر هتعمل ازمه لفييرا الفتره اللي جايه؟ مفيش بص يعني لانه اعتقد شيكابالا ومحمد ابراهيم هيبقى الموسم اللي جاي ان شاء الله اللعيب مصطفى فتحي كمان اللعيبه الموهوبين عمرهم ما يكون ازمه لانهم طول عمرهم حلول. يعني كره القدم في العالم كلها بتعتمد على الموهوبين لان هم اللي بيحلوا الازمه. احنا يعني الكره الكلاسيكيه اللي هي كل واحد يقابل واحد يقعد يباصي بقت خلصت. بقت العالم كله بيبحث عن المبدعين لان المبدعين هم اللي بيحلوا الازمات في الكوره هم اللي بتبيع عليهم يفط الاعلانات. يعني مصر دلوقتي اقول لك على حاجه ما عادش فيها نجم تبيع عليه اعلان تخيل. يعني مصر الحاليه او كره القدم الحاليه ما عندهاش نجم تبيع عليه اعلان قياسا بالفتره اللي فاتت بالظبط. فانت محتاج ايه كل ما يبقى عندك عدد مبدعين اكتر وموهوبين اكتر ما تقلقش ما تقلقش في حاجه خالص هيبقى ليهم حلول في الملعب. النادي الاهلي كان بيكسب فتره من فترات عنده اربع حلول كان تريكا حل وبركات حل وفلافيو حل ومتعب حل فكان اي واحد يبقى فايق يخلص. فما تقلق الزمالك اما تضيف له محمد ابراهيم اللي هو عنده 23 سنه وما تضيف له شيكابالا بعد المرمطه اللي حصلت له ازعم ان هو لازم يختم
بشكل كبير. ازعم ان الزمالك ممكن يحصل له انتفاضه كبيره لو عنده مدرب قدر يسيطر ولو الاداره ما دخلتش ما تدخلتش. طيب حضرتك شايف ان ممكن الزمالك الفتره اللي جايه يعني طول عمرنا عارفين او الوسط الرياضي عارف بشكل عام انه في السنين اللي فاتت بعد تالق لاعبي النادي الاهلي او المجموعه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي وجودهم وتالقهم مع النادي الاهلي بيعني تالق منتخب مصر طبعا. شايف الفتره دي ممكن الزمالك يحل بديل النادي الاهلي في فتره في الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي ظل غيابات كتير بناء فريق جديد؟ ده كلام مهم ومحترم. انا ازعم ان الزمالك يقدر يسد الفراغ ده لان الزمالك دلوقتي في الوقت الراهن عنده لعيبه مميزين جدا واكثر يعني اكثر مكان او اكثر مركز فيه متميز هو لعيب الوسط المدافع اللي هو الاهلي واقع فيه. يعني عنده اكثر من بديل في وسط الملعب المدافع يعني عنده حوالي 4 لعيبه مستواهم عالي جدا جدا جدا. انا شايف ان الزمالك يقدر لان عنده خط دفاع كويس يقدر يعمل ده وعنده فراغ ده بسم الله ما شاء الله يعني باسم مرسي ده حاله انا شايف ان باسم مرسي حاله مهاجم يعني انا احترامي لكل المهاجمين انا في 2 مهاجمين بيعجبوني الراجل بتاع المقصه وائل فراج وبيعجبني باسم في التحرك في ال 18 طيب يعني ناس طول الوقت عندها اصرار على التهديف. او بما ان حضرتك اتكلمت على المهاجمين حضرتك شايف يعني هرجع للنادي الاهلي تاني عماد متعب وجده الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي مصيرهم ايه وشايف انه النادي الاهلي ممكن يتعامل معاهم ازاي الفتره اللي جايه؟ هل يحتوي الازمات او الازمه اللي حصلت ويكملوا المشوار وهل هتعتبر لانه في كلام انه ده ممكن يبقى اخر موسم للنجمين الكبار مع النادي الاهلي؟ اصل ده سنه الحياه وسنه كره القدم. كره القدم عطاء والاهلي مطالب قدام جماهيره وشعبه واعلامه انه لازم ينتصر ولازم يفوز. اللي حقق له انتصار هو اللي هيخش. يعني جده الراجل له تحفظ عليه. يعني الراجل جريده نفسه يعني بيقول عليه بارد شويه كرته بارده هو في وجهه نظره كده ان هدوء ده يعني بينعكس عليه في اداؤه في الملعب يعني هو شايفه كده وجده بقى له فتره طويله قوي بعيد عن المشهد الكروي الاصابه فانت انت انت يعني حلك شهر 5 انت حلك الحقيقي في النادي الاهلي انك تستكمل الاحلال والتبديل اذا كنت انت ارغمت ان 8 نجوم طلعوا براك غصب عنك مش بارادتك فانت كمل بناء الفريق كمل بناء الفريق وانا مع ده. طيب هروح بقى مع حضرتك شايف مين الفتره اللي جايه ممكن يكمل المنافسه على الدوري؟ يعني الزمالك متصدر 58 نقطه عشان اقفل قصه الدوري دي والنادي الاهلي ونادي الزمالك وروح لمنتخب مصر. الزمالك متصدر ب8 نقاط عن النادي الاهلي و4 نقاط عن انبي. شايف انبي هيكمل المشوار ومن سيفوز بالدوري هذا الموسم؟ يعني احنا دايما عم نعمل منافسه بين الاهلي والزمالك لو الاهلي انبي ليه دور مهم جدا طبعا. انا شايف ان انبي فريق يعني صراحه يعني مجتهد جدا ورائع جدا وطول الوقت بيعجبني طارق العشري في حاجه مهمه قوي انه كل ماتش بيولد طموح جديد للاعيبته يعني ما بيتكئوش على انتصار ماضي طول الوقت ودي كانت الميزه الوحيده بيجدد طموحه ازاي تولد طموح جديد لعيب الكوره ده اهم حاجه في كره القدم فكان اللي شاطر فيها قوي مانويل جوزيه يعني مانويل جوزيه كان يبقى الاهلي في التتويج الافريقي وبعد يومين يروح يركض خلاص بقى ماضي ويبدا الصفحه دي يبدا يديلهم شحنه عن القادم. هو كابتن طارق حامد من الناس اللي بتعمل ده. طارق العشري عنده الميزه العظيمه دي اللي هو يولد طموح جديد لعيبه كوره. ازمه المدربين اللي هم في منطقه الوسط ما يعرفش يولد طموح لعيبه الكوره. عشان كده مثلا ايه ممكن تلاقي المصري يكسب ماتشين وانتك وقع 3 ماتشات ورا بعض عادي جدا. كل معظم الفرق دي اللي هي ما عندهمش مدرب بكفاءه العقليه والذهنيه انه يولد طموح جديد بيعرف يعمل الحاجات دي مين بقى؟ طارق العشري عشان ايه؟ اتعلم وبيصرف على الشغلانه زي ما بيقولوا. هيعملها مثلا ايهاب يعرف يعمل ده واخد بالك؟ انا شايف ان طارق العشري عنده فرص. كابتن حماده صدقي اعتقد من الناس اللي حماده صدقي طبعا انا نسيت خالص حماده صدقي شخص مهم جدا وبيعرف يعمل ده كويس. ناس ما كتير حيام يعني. لا احنا عندنا مدربين اللي هو اللي طالعين في المشهد الكروي ده عندهم ميزات كتير جدا. اولا رغبه في الفوز يعني هات كل المدربين وحطهم هتلاقي رغبه في الفوز كلها متساويه كل واحد عايز ينتصر يعني فكره التعادل فكره معدومه عند الجميع. هتلاقي مثلا احنا عندنا الدقيقه 90 و91 و92 دي
دقائق فارقة في ماتشات كتيرة جدا, جداً. جداً. ده دلالة ان لحد اخر نفس اللعيب بيلعب على الفوز. يا راجل انا نفسي واحد يبص على فرقة النصر دي ازاي بيأدوا كل الاداء ده وكل الجمال دوت ويبقوا مغلوبين وبرضه بيهاجموا يبقوا مش عارف ايه, يعني وكأن النتيجة مش في دماغهم ما جايين يلعبوا. هما بدأوا بمراهقة كروية جميلة جدا اللي هي فرقة المراهق الكروي اللي هو ايه عايز يستمتع, وبعد كده نضجوا شوية اكتسبوا خبرات بدأوا ايه يفكروا ان الفوز مهم مش انك تلعب وتنبسط, يعني وانت بتلعب في تانية سنة وولا سنة وإعدادية تبقى حاجة عشان تعمل واحدة من تحتها وتعمل تعمل شوية شقلبصات وبكعبك وبتاع وكده. أول ما بطل المراهقة الكروية تفكر في الانتصار. الأهلي والزمالك والأندية الكبيرة عندها فكرة الانتصار أكتر. في فرق المراهقة الكروية بتسيطر عليها زي الدراويش مثلا يلعبوا كرة جميلة جدا وما يحققوش أي بطولات. طيب سريعا بقى رد سريع, حضرتك شايف مين هيحصل على الدوري هذا؟ الزمالك الأقرب. الزمالك الأقرب. طيب أروح لاتحاد الكرة سريعا. شايف الأستاذ جمال علام يعني الأستاذ جمال علام مكمل مجلس إدارته الفترة اللي جاية لنهاية فترة الفترة الانتخابية, سنة ونص أعتقد لسه باقية. شايف إنهم بيشتغلوا يعني بطريقة صحيحة الفترة اللي فاتت وما يستوجب عمله الفترة اللي جاية؟ كل اللي بيتعاملوا في الوسط الرياضي الكروي بالتحديد ما قدموش حاجة, يعني كلهم ما قدموش شيء للكرة المصرية, لا يعني كلهم أدائهم بطيء جدا ما يواكبش دولة بتعمل جمهورية ثالثة, يعني مصر في جمهورية ثالثة بعد ثورتين عظيمتين 25 يناير و30 يونيو. بعد الثورتين دول كان لازم الأداء الكروي يتحسن, يحصل أفكار بره الصندوق. انما انا شايف لسه الانتهازية موجودة عند البعض. الانتهازية اللي هي طول الوقت بنتكلم في حاجات أضعف من التطور اللي حصل في مصر. يعني طول الوقت احنا بنتكلم في ايه, بنتكلم في الفضاء بس الفضاء وعودة الدوري لما يقف و8 سنين هترجع ولا مش هترجع. فانا شايف ان اتحاد الكرة لازم يعمل مشروع الايام الجاية دي, مشروع يقول ايه مصر راحة كاس العالم, يبقى ده مشروعها, يبقى ده المشروع اللي بشغل وخطة طويلة الاجل شوية حتى لما يمشي يجي حد يكمل, لازم يقول مصر راحة كاس العالم, يبقى ده هدف, لازم هدف واضح, ويجيب وزير الرياضه والشباب يقول له ان احنا هنعمل خطه ان مصر لازم تروح كاس العالم ولازم ترجع مصر لموقعها الافريقي. طيب شايف المهندس هاني ابو ريده وهو اصبح رقم 7 في عدويه المكتب التنفيذي من 24 عضو, يعني ما يمكن تقديمه لمصر الفتره الجايه؟ هل استفادت مصر من وجود المهندس هاني ابو ريده؟ طول عمر مصر تستفيد من هاني ابو ريده سرا, طول عمر مصر بانديتها على راسهم الاهلي وعلى راسهم الزمالك من ايام حسن حمدي وايام محمود طاهر لحد دلوقتي بيستفيدوا من هاني ابو ريده, وهاني ابو ريده بيقدم حاجات فوق خيال البشر, بس في حاجات ما ينفعش تتقال لان دي تضره على المستوى الدولي. طيب سريعا سريعا يعني عايز روشتة كده للتعامل مع الالتراس الفتره اللي جايه لان برنامجنا قرب يخلص. الالتراس اعظم ظاهره شعبيه منظمه جت في مصر في خلال الخمسين سنه الاخيره, وأول مرة مصر يبقى فيها ظاهرة شعبية منظمة وإحنا ما عرفناش نستفيد منها. إحنا سبناهم يتلطشوا من أهواء سياسية, شوية الإخوان ياخدوهم وشوية الفصائل القوى الثورية ياخدوهم وعكناهم في السياسة. إنما دول جمهور عظيم قدم نموذج جديد جدا في التشجيع, طول الوقت بيدفعوا عشان يستمتعوا, وطول الوقت مظلومين, طول الوقت بنشتمهم, طول الوقت بنحتويهم الفتره اللي جايه, طول الوقت بنهنهم, طول الوقت بنتكلم عنهم بشكل رديء وسيء وجاهل. هم طبقه مثقفه راقيه هتقدم المشروع المصري, وهم دول املنا وده جمالنا وده وردنا وده كل حاجه حلوه هينوروا بيها مصر ان شاء الله. يعني بهذا الكلام الجميل واللي بتمنى ان شاء الله ان المنظومه الرياضيه يعني للاصلاح وللافضل الفتره اللي جايه. في النهايه بشكر نقيبنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال العاصي. بشكرك استاذ جمال, انا بتمنى ان شاء الله انها تتكرر مره ثانيه. الله يخليك, انت خليتني اول مره اول حلقه اتكلم في الكوره, انا ما اتكلمش في الكوره خالص اول مره دي. بشكرك استاذ جمال العاصي طبعا نقيبنا الرياضي الكبير, وبشكركم وبشكر طبعا رئيس تحرير اسلام صادق مصطفى منير مصطفى عادل نوع عباس معدينا, وبشكر مخرجتنا الجميله ساره سليف وكل زملائي في الاستوديو في كنترول, وانتظرونا ان شاء الله في حلقه قادمه من صحافه النهار الساعه 5:00.